حبيباتي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة الأميرة بلقيس ترحب بكم. بغيت نشارك معكم واحد الوصفة فعالة كتبيض الرجيلات، سورتو مع هاد الشمس ديال الصيف كترجعهم مبيضين بحال جبينة. عندي هنايا قهوة سريعة الذوبان، يعني سكافية صامالية اللي كان، المهم قهوة سوليوبل. وعندي هنايا نص مطيشه معصره، ممكن ديرها بزريعه ماشي مشكل. وعندي هنا نص حامضه معصره، هي دونك ثلاثه ديال المكونات. غادي نزيد عليهم شويه ديال البيكربونات. اي نوع ديال البيكربونات؟ هنا عندي هذه اليمونتير ديال الماكله، دونك غادي نديرها هاد ثلاثه المكونات. غادي نجي هنا غادي نشاركهم ثلاثه بهم. هي هي صبيت عليها الحامض، غادي نزيد عليها الطماطم، صافي غادي نحرك. هي رفيسة كتذوب، غادي نزيد عليها البيكربونات شويه ماشي بزاف، قياس. هاي درت واحد المفعول هنايا كتشهي بحال كابوتشينو. دابا انا غادي نتلاها رجيلاتي ديالي، نفركهم ونرجع معاكم. صافي انا طليتها، هاي فركتها شويه، فركتها مزيان. القيوه راها علاش كضر في المعده، راه مزيته، دونك مزيته مزيانه لينا حنا لابو. بعد ما فركتو مزيان بديك منين كتكمل ديك دي مينوت ضروري كدير واحد الكوماج بداك داك الخليط. صافي انا حكيتهم، كانوا فيهم دوك التصبغات الصراحه، كانوا هنايا فيهم ديك لاطراس ديال الصنداله ديال الصبع، هنايا ما بقاتش، شفتي هنايا ها هو ما بقاوش، ديك كانت عندي هنا لاطراس مع البحر ومع سميتو مع الشمس، دونك ها هما صافي كيتنقاو. صبيعات هما فركتهم كيوليو مزيانين. انا طلعت شويه حتى لهنا، هنا غير حيت داير انا النقيشه، راني ما قديتش نقيس هنايا، نقيت هنا في مارتي، لا راني في مارتي العطله. و ما نسيتكمش درت لكم هاد هاد الكوماج هذا اللي مفيد جدا. القهوة غنية عن التعريف، راه مد ما فيها الزيت، بيكربونات زوينة حتى هي، راه مبيضة وكداوي ماشي غير مبيضة، الحامض مبيض حتى هو، وكلشي داكشي اللي درت لكم راه زوين. دونك نيزيتي با، هما رجيلات. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفة تعرفكم، جربوها وما تنسوناش من لايك لايك ابوني سبسكرايب، لان كنحط لكم شي حاجات اللي مجربه، راه ما كنشاركش انا بزاف، دائما كنحط لي فيديو لي فيديو لي كنحط لي فيديو اللي مجربه واللي مقتنعه بها واللي انها غتفيد الناس، لان انا الغرض ديالي من هادشي ماشي هو الادسنس، غرضي هي الناس تستافد وتبقى شي حاجه خالده يستافدوا منها الاجيال والاجيال، ماشي غير اجي ولوح وصافي. دونك كندير لكم الحاجه اللي كتفيد المجتمع. شكرا لكم، ما تنسوناش من شي لايك ابوني قناة الأميرة بلقيس. تشكركم، الى اللقاء.